الموضة اللي ليها علاقة بالفولكلور لازم تكون في دولابنا، دي هويتنا ولازم تحكي حكايتنا. النهاردة هكلمكم عن سينا وجمالها وسحرها، مش بس عن أرضها وناسها الجدعة جدا، لا هكلمكم كمان عن ثقافة الملابس السيناوي اللي كلها جمال. الملابس دي يا جماعة بتتورث من جيل للتاني، مش مجرد شوية ألوان حلوة وأقمشة حلوة بس، لا لا لا، ده تراث وده فن وده هيعيش لأجيال طويلة. عايز أكلمكم بقى عن أساس الزي السيناوي، التوب. التوب ده يا جماعة أهم حاجة خالص عندهم، بتلبس بقى في المناسبات المهمة جدا زي الأفراح مثلا، وبيكون معمول من ألوان زهرية حلوة جدا جدا. ومن الحاجات اللي مهمة جدا برضو هو البرقع. البرقع ده بيغطي نص الوش وبتلبسه السيدات المتجوزة، وبيبقى ساعات فيه كده كوينات فضي وذهبي شكله حلو جدا هو كمان.